لنفهم معنى الامبيدد ديريفاتيف خلونا نبدا بتعريف الهايبريد كونتراكت وات از هايبريد كونتراكت انا تطرقت في عجاله في الفيديو السابق آه، لتعريف الهايبريد كونتراكت وهو في العاده الهايبريد انسترومنت اقصد هو في العاده آه، يحمل خصائص الاكويتي وخصائص الديت وضربنا بينهم مثل بالكونفيرتبل بوند وديت بوند. ولكن uh, you can convert it to equity. يعني يمكنك لاحقا حسب شروط البوند انك تحوله الى سهم من اسهم الشركه بدل ما هو سند عباره عن دين فلذلك يسمى هايبريد يعني فيه صفتين صفه صفات الحقوق الملكيه وفيه صفه الديون او القروض اللي هو البونز او الديت الهايبريد uh, كونتراكت برضو في مثالنا في شرح الإمبديد ديريفاتيف هو كونتراكت يتكون من هوست وهذا الهوست معه إمبديد ديريفاتيف uh, يعني هو كونتراكت امبوديز ان ديريفاتيف and هوست كونتراكت ماذا يعني هذا الكلام يعني ان هناك هوست كونتراكت وليكن بوند وسمي هوست لانه يست تضيف الديريفاتيف وحين شرحنا الديريفاتيف هي it drives its value يعني تأخذ قيمتها من أن underlying acid من acid آخر يعني without that الأسيد هي ما عندها أي قيمة لذلك سمت ديريفاتيف درايف يعني تشتق قيمته عشان كده تسمى المشتقات المالية تأخذ قيمتها من قيمة أسد آخر أو هوست يسمى هوست كونتراكت هوست أصلا في اللغة تعني مضيف لو أنت مشيت عند ضيف عند شخص فهو أنت جيست وهو الهوست فالبون هوست أو يستضيف ديريفاتيف اسمها embedded ديريفاتيف وما هي هذه الديريفاتيف ذات is hosted by الديت أو البوند هي الانترست بيمنت طيب هل اي بوند بيدفع انترست تسمى الانترست امبدت ديريفاتيف لا آه تسمى امبدت ديريفاتيف اذا كان سداد الانترست يعتمد على آه اداء مثلا خلينا نضرب مثل بسيط جدا مباراة كرة قدم يدفع البوند خمسة في المية اذا المباراة لصالح الفريق الف ويدفع ستة في المية إذا لصالح كذا أو إذا كذا حتى في الوذر تنبؤات بالوذر حسب أداء الوذر بيدفع فده بيسمى embedded derivative يعني موجود في الهوست آه خلينا ناخد أمثلة تاني للـ embedded derivative وكيف إن link to an index مثلا البوم بيدفع interest only بيزونو اون بيرفورمانس اوف اندكس مثلا اس ام بي 500 اللي هو اداء البورصه الامريكيه اكبر 500 شركه في البورصه هبوطا وارتفاعا بالتالي بتفعلك حسب اداء البورصه او حسب معدلات الفائده انترست في الاسواق او سلعه معينه كوموديتي برايس او حد حسب الكريدت ريتنج لشركتك زاد نقص اذا تخفيض في الكريديت ريتنج مفروض البوند يدفع انترست اعلى واذا تم ترفيع الكريدت ريتنج للشركه معناه ليس ريسكي معناه ندفع بوند انترست اقل او حتى اداء سلع سوري أل... عمله معينه فورين اكسشينج ريت زاد نقص فهنا البيمنت از كونديشنال يعني حسب شرط معين وهو اداء البورصة أو أداء واحد من هذه الأشياء دي تسمى embedded derivative وهي الانترست وأما البوند نفسه فيسمى الهوست The bond is a host while the interest that is being paid based on a اللي هي تدفع بناء على شروط معينة أو أداء آه شيء آخر سواء كانت سلعة أو تقييمك الائتماني أو عملة معينة أو أداء بورصة معينة تسمى embedded derivative طيب في تفصيل بسيط هنا عايز اشرحه الderivative that is attached to a financial instrument خلنا نقول اللي هو البوند في حالتنا هي financial instrument فإذا كان هذه الـderivative can be contractually transferable independent of the instrument ماذا يعني ذلك؟ نأخذ مثال حينما تبدأ الشركة في زيادة رأس مالها بإصدار أسهم جديدة وأنت تمتلك عشرة في المئة من الشركة فلك أحقية الاكتتاب أولا حتى لا تكون زيادة رأس المال وبانا عليك يعني حتكون نسبة تملكك أقل من عشرة في المئة إذا باعت الشركة الأسهم لجهة تانية فبتخفض قيمتك انت فالقانون بيعطيك الحق في انك آه لك الاولويه في شراء الاسهم لكن حق الاكتتاب هذا كان بيه contractually حسب العقد والشروط اللي بيصدر بها you can transfer it independently of the instrument يعني بعيدا عن السهم مثلا سهم سعره في السوق 20 دولار طيب حتصدر الشركة أسهم جديدة وتبيع الواحد بخمسة عشر دولار هنا في فريق خمسة دولار هذا يسمى حق الاكتتاب يتداول في السوق independent of the financial industry independent of السهم نفسه يعني تلاقي السهم يتباع ب 20 وحق شراء هذا السهم بعد شهر او شهرين يتباع ب 5 دولار لأنك أنت لو اشتريت اليوم بخمسة دولار هذا الحق آه مستقبلا راح تشتري بخمسة عشر دولار السهم نفسه ويكون المبلغ عشرين زي سعر السوق إذا تاني يوم السهم زاد لواحد وعشرين حق الشراء بيكون ستة دولار وإذا نقص سعر السهم في السوق عشر فسيصبح حق الاكتتاب قيمته ثلاثة دولار اللي هو الفرق بين تمنتاشر دولار سعره في السوق اليوم و سعر المستقبل اللي يمكن تكتتب فيه وقيمته 15 دولار طيب بما انه حق الاكتتاب اللي كان بي ترانسفير بعيدا عن السهم اور هاز ا ديفرنت كاونتر بارتي دي ناخدها في طريقه ثانيه ديريفاتيف اخرى ما هو يعني حق الاكتتاب يعتبر ديريفاتيف لكنها ترانسفيربل اندبندنت اوف السهم نفسه فدي في الحالة دي لا تسمى إمبيد هي إمبيدت معناها مرتبطة وملتصقة كلمة إمبيدت بالعقد إذا يمكن فصلها فهي تصبح غير إمبيدت تصبح only derivative زي ما إيه مثلا المثال اللي أخذناه اللي هو الخاص بحق الخيار أو حق سوري حق الإكتتاب ده يمكن بي سيبريتلي uh, فيعتبر ديريفاتيف لانه يدرايف اتس فاليو فروم السهم نفسه فهو ديريفاتيف لكنه نوت امبيدد ليه؟ لانه اي كان سيل اندبندنتلي من السهم uh, ناخد مثال مثلا سواب لو اخذت قرض من البنك وبتدفع فلوتنج انترست ريت او معدل فائده متغير قيمته ولتكون لايبر uh, PLUS تو لايبر اللي هو لندن انتر بانك اوفر ريت بتدفع لايبر بلس تو هنا انت متعرض لمخاطر انه اسعار الفايدة قد ترتفع لايبر ممكن يصبح ستة بلس تو حتدفع انت ثمانية في المية you want to fix interest rate at مثلا ستة او خمسة تتعاقد مع بنك بانك انت عندك قرض مع البنك ألف وأنت بتتكلم مع البنك بي أو سي تطلب منه عقد اسمه سواب سواب باللغة العربية تعني تبادل إنك أنت يا البنك أخذ اللايبر بلس تو في الكونتراكت الهوست اللي هو القرض نفسه وأنا بدفع فيكس سابتة خمسة في المية فده يسمى هذا ديفرنت كاونتر بارتي يعني في طرف تاني مختلف عن الطرف الأصلي اللي أنت أخذته منه الأرض. في جميع الحالات دي لا يعتبروا embedded derivative but a separate financial instrument وتخضع للمعيار 9 طيب how to account for a hybrid instrument؟ دلوقتي عندنا instrument ملتصقة ولا فكاك لها من الهوس contract ملتصقة به. فهل تعالج معالجة البيوت تابعه للهوست يعني نشوف الهوست كيف يتم معالجته محاسبيا وهي تعالج مثله وما هو المقصود بمعالجة الديريفاتيف الامبيدد ديريفاتيف هي معالجة التغير في قيمتها لما اقول الاكونتنج تريتمنت للهايبريد انسترومنت او الامبيدد ديريفاتيف بقصد انه الامبيدد ديريفاتيف دي في نهاية كل فترة ريبورتنج بيريود وانا عايز اعمل ميزانية قيمتها بتتغير How to account for the change in value سواء كان زيادة أو نقص محاسبيا طيب نسأل سؤال أساسي هل الهوست نفسه يخضع للمعيار رقم تسعة هوست أنست within فراس تسعة إذا كانت الإجابة yes معناها الامبيدد ديريفاتيف أيضا تخضع للمعيار رقم تسعة يا فرس تسعة طيب إذا كان الهوست أيا كان هذا الهوست not a financial instrument which does not يعني you know, for under purview of IFRS 9 يعني لا تخضع لنصوص معايير IFRS 9 إذا كانت الإجابة لا يعني لا يخضع خلونا نشوف الإجابة أو how to deal with it في السلايد القادم من هذا الفيديو المعالجة المحاسبية للإمبيتد ديريفاتيف إذا كان الهوست كونتراكت نفسه لا يخضع للمعيار أيفرست ناين المنطق بيقول أنه مفروض هي أيضا لا تخضع للمعيار أيفرست ناين لكن رغم ذلك يمكن فصلها كان بي يمكن فصلها من الهوست أو من الأسيت نفسه البوند ومعالجتها حسب المعيار. رقم تسعة إذا توفرت الشروط التالية وهي ثلاثة شروط ولازم تتوفر كلها مع بعض حتى يتم فصل الامبيدد ديريفاتيف عن الهوست نفسه ويتم معالجتها حسب المعيار رقم تسعة لأن الهوست نفسه لا ننسى لا يخضع للمعيار إذا كان الإيكونوميك الريسك يعني إذا كانت الأداء المالي أو قيمة الامبيدد نفسها والمخاطر حول قيمتها هبوطا او انخفاضا does not follow closely يعني ما ريليتد يعني لا تنطبق عليها نفس المخاطر والصفات في القيم بالنسبة للهوست يعني تحس انها مستقلة عنه لا تتحرك معه لتوضيح هذه الفكرة في الرايت ايشو أو اللي سميناه باللغة العربية الحق الاكتتاب في السهم كان لما السهم اللي هو الهوست يتغير قيمته من يعني 20 دولار إلى ست إلى 21 دولار كان الحق الاكتتاب يتغير قيمته من 5 دولار إلى 6 دولار لأنه أصلا حق أنك حتشتري ب 15 فإذا في السوق أصبح 22 مثلا فقيمة الحق سبعة دولار لو السهم نفسه اللي هو الهوست نزل لتمنتاشر قيمة الديريفاتيف نفسها اللي هو حق حق الاكتتاب بتنزل هنا الريسك والكاركتير الاكنوميك كاركتيرستيك اللي هو قيمة ال it follows directly او exactly 100% الهوست لكن في هذه الحالة فيتبع الهوست اما اذا كان الاثنين مختلفات واحد يتجه شرقا والثاني غربا او ما في علاقه بينهم في هذه الحاله يمكن فصلها ومعالجتها حسب الستاندر والحاله الثانيه شبيهه بها انه سبريت انسترومنت برضه موجوده وعندها نفس شروط الإمبيد و وبالطابق نفس المعنى وهي الحاله الثانيه لها واخيرا اند مرات المعيار بيذكر كلمه اند ومرات بيذكر اور إذا ذكر أور معناه أي واحد من الثلاثة يكفي أما إذا ذكر and مفروض الثلاثة مع بعض والأخيرة إنه الهايبرد كونتراكت نفسه ما يكون أصلا ديزيجنيتد حسب البروفيت لوس بمعنى إنه في بداية الشراء الأصل أو when the company become party to the contract cash فلو او بارت اوف ذا كونتراكشوال كده الشركه بتعمل ريكوجنيشن يعني بسجل في دفاترة طيب عند التسجيل وي شود ديزيجنيت انه اما الفير فاليو يكون حسب البروفيت لوس يعني اي تغيير في القيمه مستقبلا ناخذها في حساب الارباح او الخسائر او ممكن نقيمه فير فاليو تشينج اي فير فاليو تشينج يكون عن طريق اذر آه كومبريهنسيف ففي هذه الحالة المطلوب انه ما يكون is not measured at fair اما اذا كان اصلا designated as fair value لا ينطبق هذا الشرط ندخل في الموضوع الثالث وهو reclassification بمعنى ان انا اي سيرتين certain instrument في classification معين ذكرناها اللي هو fair value for profit and loss or fair value for other comprehensive income او uh, amortized cost uh, ففي عدة uh, classification وين كان we reclassify يعني ننقله من classification معينة لجهة ثانية هل مسموح أصلا هو مسموح في حالة إنه الظروف تغيرت او البيزنس موديل الخاص بالشركة تغير ماذا يعني البيزنس موديل يرجى الرجوع للفيديو رقم اثنين في وصف لما المقصود بضع الرابط في صندوق الوصف ولكن البيزنس موديل اذا كانت الشركة تشتري سهم او خلينا نقول بوند اللي هي سندات بغرض الاحتفاظ بها وتحصيل الكاش فلو او كونتراكش كاش فلوز in the form of principal and interest payment اخدت بوند وهو سند بيدفع انترست كل فترة معينة شهر او ثلاثة شهور او ستة شهور او كل سنة وانا البيزنس موديل يعني الهيستوري عندي انه دايما بحتفظ فيه وما ببيعه لغاية ما ينتهي الماتيوريتي ثلاثة سنة خمسة سنة عشرة سنة حسب البون نفسه ففي هذه الحالة بيكون عن طريق الامورتايز كوست طيب ممكن انا برضو احتفظ فيه لكن يكون عندي infrequent يعني مره مره ببيع لما السعر يرتفع زياده يعني حالات خفيفه ما كثير فبهذه الحاله يصنف through other comprehensive income اما اذا كان في frequent selling وباي بيصنف through profit اون loss account المقصود بال طيب اذا انا غيرت البزنس موديل كنت بحتفظ بال البوم و ما بحتفظ ب... لنهاية الفترة بدات اغير الموديل هنا اي كان ريكلاسيفاي اما الفاينانشال liability cannot بي reclassified يعني اونلي الفاينانشال اسيد هي ممكن مسموح فيها الريكلاسيفيكيشن لكن الفاينانشال ليابيلتي كان بي كلاسيفايد نعرض لنقطة أخرى وهي أنه تلتبس على الطلبة دايما أنه بتحصل تغير في الظروف او circumstances ذات qualify for reclassification not بمعنى حيدي بعض الامثله تغير في شكل الظروف المحيطه بالفاينانشال انسترومنت ولكنها لا تسمح ولا تمثل عذر لانه نعمل reclassification الحاله الاولى هي يكون عندك item hedge ايتم وانت انت اس از افكتيف هيدجين انسترومنت ان ا كاش فلو ماذا يعني ذلك كاش فلو هيدج يعني تحوط كما ذكرنا وفي منتجات تحوط موجودة في القناة برضو بضع لها رابط او في فيديو ثلاثة تلاتة فورورد كونتراكت و وفي اوبشن و الرابع في السواب ايضا دي منتجات تحوط أه انت بتتحول للكاش فلو مثلا بالنسبة للانترست بيمنت انت اخدت انترست وأخذت لون سوري وفلوتنج انترست زي ما ذكرنا وشهر بتدفع ثلاثة في المية شهر التاني حسب لايبر ما يتغير او كل ثلاثة شهور بتدفع اربعة في المية او خمسة في المية هنا انت عندك مشكلة الكاش فلو فيه ريسك يو مايت بي مور في فلكشويشن في الكاش فلو فانت بتاخد سواب ديل يرجى الرجوع للفيديو موجود في صندوق الوقت ما تعني سواب هي بتمنحك الحق تثبت سعر الفائده وعند تثبيت سعر الفائده يصبح الكاش فلو سيرتن يعني مؤكد انت ثبتها على 5% مثلا خلاص there is no cash flow fluctuation you know in advance exactly how much you are going to pay every 3 months or every 6 months or every month حسب القرض فكاش فلو هيدج تسمى في هذه الحاله طيب ماذا تعني افكتيف هيدجينج وهل في إنفكتيف هيدجينج يس الهيدج عموما قد يكون لنوعين هيدج للكاش فلو وهيدج للانفستمنت فاليو طيب فير فاليو هيدج وفي كاش فلو هيدج خلينا نتكلم عن cash flow هيتس اللي هو موجود في المثال ومتى يكون افكتيف افكتيف يعني انه الخسارة اللي بتخسرها في الهيتج انسترومنت تغطي تماما المكسب في تثبيت الفائدة ماذا يعني ذلك اذا الانسترومنت ادت لانه تو اليمينيت الريسك تماما ولا تتحمل ولو جزء يسير تسمى افكتيف المعيار سمح لغاية 80% في يعني 80% في المية ما هو دايما الهيدج بيكون عكس الاسيد اذا الاسيد بيمشي شرق لازم الهيدج يمشي غرب بحيث انه الخسارة في, في الاسيد تعادل الربح في الهيدج انسترومين فبالتالي اذا تعادلت تماما بيقولوا مية في المية اما اذا خسرت 20% في يعني كان افكتف 80% في بيسمح المعيار انك تسميه effective hedge instrument طيب وماذا يعني هيتش آه في النت انفستمنت hedge ماذا يعني نت انفستمنت hedge لو انت اشتريت شركة قائمة في دولة ثانية بعملة مختلفة آه هناك مخاطر عند ترجمة البيانات المالية للفانكشنال currency او الكرنسي اللي انت بتطلع بها البيانات الماليه بيكون في exchange ديفرنس ناتج عن الترانسليشن من الكرنسي الثانيه للكرنسي المحليه او الكرنسي اللي بتصهر بها البيانات الماليه هذه الفروقات تمثل مخاطر as a way of hedging this risk يعني كطريقة لأننا نتحوط من هذه المخاطر باخد مثلا قرض في الدولة نفسها بعملتها فإذا تدهورت عملتها وبالتالي الأسد اللي موجودة عندها قيمتها نزلت لأن العملة تدهورت حيكون في جين في اللايبيلتيز لأنك أنت استدنت بالعملة نفسها فكان عليك عشرة مثلا بعملتك المحلية ولأن عملتهم هم انخفضت حيكون عليك سبعة وليس عشرة فالجين هنا يفترض يعادل الجين هنا فده بيسمى نت انفيستمنت نت ليه نت اوف اسيتس اند ليابيلتيز يكون الليابيلتيز الجين في الخساره في الاسيت يقابله أه جين في الليابيلتيز نتيجه مثلا للعمله اللي ضربناها او حسب الاسيت نفسه أه فلو غيرنا كان اصلا واز بريفيوسلي ديزيجنيتد حسب كاش فلو او انفستمنت اتغير ده لا يعتبر والحالة الثانية هي exactly عكسها إذا كان أصلاً موجود أو غير موجود يعني not designated or now designated برضو it's not a reason for you to reclassify it. فدي الحالتين عكس بعض نتوقف هنا وإلى اللقاء في الفيديو رقم أربعة واللي حيكون عن الإنشير ميجرمنت يعني لما نستلم أصل جديد أو نشتري فاينانشال انسترومنت هاو تو ميجر إت عشرة دولار عشرين ثلاثين هاو تو ميجر وبعدين في السنوات اللاحقة أو الريبورتنج بيريود اللاحقة مثلا اشتريته في الكوارتر الأول طلع بيانات مالية في الكوارتر الثاني ثم سبسيكونت ميجرمنت هاو كيف تقيسه في الفترات اللاحقة و بالنسبة للفاينانشال اسيت والفاينانشال سو واخر حاجة حتكون طريقة الامورتايز كوست حنشوف كيف نحسبها وماذا تعني الانفكتيف انترست ريت ودي دايما بتعمل مشكلة الطلبة وفي الختام يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية التنبيه